حد تاني من بداخل الحدقين، في كريم وعبد الله. عبد الله محمد نكمل في السبيشال جرابس. هو طبعا مطلوب يعني لما يقول لك على سبيشال جرابس مطلوب انك تعرف كم فيرتكس وكم ايدجز. سؤال مطلوب بالنسبه للفايبر تايب جرابس. نجيب فايبر تايب، عرفنا انه في سؤال بساله انه هو عباره عن مجموعتين من الفيرتكس، كل واحد من كل مجموعه بيتصل بكل العناصر او كل الفيرتكس في مجموعه اخرى. بمعنى المفروض مثلا عندي مجموعه هي فيرتكس ولا اتصل بكل الفيرتكس في المجموعه الاخرى، لان عندي مجموعتين الاثنين اللي فوق والثلاثه اللي في الاسفل. كذلك اللي في الاسفل في المجموعه كل واحد متصل بالاثنين اللي هي في المجموعه الاخرى اللي هي في الاعلى. ده يسموه بليد فايبر تايب. طيب كم عدد الام وكم عدد الام؟ طبعا الام هي الاثنين اللي هي المجموعه الاولى والام اللي هي المجموعه الثانيه. كم عدد الايدجز؟ عباره عن لو الام في ام، يعني لو هنا الام ده في 3 يبقى 6 ايدجز. كم عدد الفيرتكس؟ 2 زائد 3. ما هو طبيعي الام فيرتكس الاولى والام فيرتكس الثانيه؟ في سؤال شفته قبل كده كان بيقول assume you have s for degree how many vertex m and n، وذكر انها k m n. ما تقولش بقى انها فايبر تايب يعني، بس برضه بيقول انها k m n. كم n؟ عندك كومبليت فايبر تايب، بس بيقول لك ان هو كي ام ان، كي ام فاصله ان، ما بيبقاش فايبر تايب. طيب انت عندك كومبليت فايبر تايب وكل فيرتكس في الام والان، كل فيرتكس الديجري بتاعها اربعه. لازم تقول فور. هاو ماني ام اند ان؟ حد يقدر يجاوبه؟ يعني ده كان جابه. لا هنا مش فرق، هنا معنى كلام ان الام طالع منها اربع خطوط، يعني كل واحده، يعني كل واحده في المجموعه الاولى طالع منها ايه؟ اربع خطوط. انا امسح كده عشان إيه؟ كل واحد في المجموعه الاولى طالع منها اربع خطوط، ومن الثاني اربعه، من تحت برضه كل واحد طالع اربعه، اربع خطوط من كل واحد من المجموعه الاخرى. فدي معناها كام فيرتكس؟ إذا كان طلع أربعة يبقى معناها أربعة فيرتكس. يعني الإم أربعة والإم أربعة. دي الإجابة. ده سؤال كان من جهة. واضح كده؟ يعني هو طلع من كل واحدة من الإم أربعة ومن الإم أربعة. عارف لو قال لك طلع من إم ثلاثة معناها الإم ثلاثة. لو قال لك من إم طلع ثلاثة معناها الإم ثلاثة. ولو طلع من إم أربعة قال لك ثلاثة وأربعة يبقى العكس ثلاثة وأربعة. هنا الام طالع منها ثلاثه معناها ال ثلاثه. هي الام الاولى، المجموعه الاولى. طيب والان المجموعه الثانيه. فلما يقول لك ديجري كذا معناها ان المجموعه الثانيه هي العدد بتاعها، لكن هو اف سهلها كل اربعه. اما بالنسبه للسايكل لو جه قال لك سي ان سايكل فهي يعني الفيرتكس اذا كان سي ثلاثه فالفيرتكس بتاعها دي سهله، نفس الايدج، الايدجز هو نفس الايه؟
ولا سيفيرتس. سي 3 تقول لي ريجيس 3 اذا جالك سايكل يعني اللي هي العجله. اذا جالك الوي واللي بعدها اللي هي القبس دول ما بيكونش الان مساوي للان الحقيقي. يعني هنا مثلا انا دبليو ان اللي هي العجله فقال لك هنا دبليو 3 فهتبقى الفيرتكس 4 تزيد 1 اللي هي فيها ثلاثي ابعاد اللي هي الوي والقبس ما بتاخدش نفس الرقم. خلي بالكم من ده. اذا كان 3 هيبقى الفيرتكس ايه 4. طيب عدد الاتشز كام؟ هيبقى 2 في 3 في 6 عددها 6 ونطبق الكلام ده كده. يعني شوف هنا يعني انا عندي هنا ادي عندي اتش وادي الثاني وادي الثالث ومن الداخل 1 2 3 يبقى 6 مش كده؟ ده القانون بتاعها. احفظوا القوانين دي. اما اذا كان قبس فاذا كان كيو 0 كيو 0 معناها ان الفيرتكس بيساوي 2 اس ان. اذا كان 2 اس 0 هتبقى 1 يعني فيها واحده فيرتكس. والاتش هيكون ان في 2 اس ان ناقص 1. طبعا هنا لو قلنا ان اللي هي 0 في 2 هتبقى 0 هيطلع 0 مفيش اتش مفيش ولا خط متصل. وبنفس الطريقه اذا كان 2 هيبقى كام عدد الايه؟ عدد الفيرتكس؟ عدد الفيرتكس 2 في 2 ب 4. لكن هنا هتبقى الاتش عباره عن 2 في 2 ب 4 اس 1 هتبقى 4 اتش اللي هي حاله الاربعه وهكذا. دي عايزه بس تركز فيها يعني ان شاء الله لازم تحفظ القانون برضه. الموضوع الثالث في المحاضره دي اللي هو بيتكلم عن الجراف ريبريزنتيشن اللي هو تمثيل الايه؟ تمثيل الجراف. تمام كده؟ طيب بالنسبه لتمثيل الجراف في عندنا في تمثيل الجراف في اسلوبين للتمثيل وكل اسلوب يتفرع منه يعني طريقتان. اما انه ادجيسنسي او ادجيسنت او انسيدنس طريقه ثانيه. طيب الادجيسنسي بتستخدم اسلوب القوائم وبتستخدم اسلوب الماتريكس، كذلك الانسيدنس بتستخدم اسلوب القوائم والماتريكس. دي اول نقطه. طيب الادجيسنسي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن علاقه بين الفيرتكس والفيرتكس. يعني بين الايه؟ كل فيرتكس او كل نقطه من نقاط الجراف. فمثلا انا عندي ال A وال B ارسم زي كده A B C D E. فلو جيت اقول الفيرتكس هنا عباره عن ال A متصل بمين؟ متصل بال B وال C. لو كنت هتعمل ايه؟ لو هتعمل لسه قائمه فبتحط هنا كل الفيرتكس وتحط الفيرتكس المتصله دي. مثلا يعني عندي البي مثلا اذا جاب لك الرسم وطلب القايمه. عندك البي مثلا البي متصله بالاي متصله بالسي متصله بالاف متصله بالاي او شايفين وهكذا. ده بالنسبه للقايمه. طريقه السؤال الاختبار غالبا هجيبها لكم في التمرين الجاي بعد كده ان شاء الله. لكن دي برضو اعرفها من بعد الاختبار في المنطش. طيب كل ده في الاندايركتد. لو افترض ان انا عايز اعمل احول جراف لماتريكس مصفوف اعمل ايه؟ انا عندي جراف زي كده مرسوم شبكه مثلا بيانات او شبكه اتصالات. فبعمل المصفوف عباره عن ايه؟ بعمل انا عندي A B C D E. هروح كاتب هنا لان العلاقه بين الفيرتكس والفيرتكس خلي بالك ده انا بتكلم عن جي سنسي علاقه بين الفيرتكس والفيرتكس. بحط هنا اي بي سي دي اي احط هنا بي سي دي اي وهعمل مصفوفه ازاي؟ هقول في اتصال بين الاي والبي. شوف حطيت هنا واحد فين؟ لو كان في لوب بعد الاي كنت حطيت واحد هنا شايفين؟ لو كان طيب في اتصال بين الاي والسي اهو الاي والسي. طب في اتصال بين السي خلاص ادي خلاص بين السي والبي او بين البي والسي. شوف ادي البي والسي اهي
طيب بين البي والاي اهي، بين البي والاي اهي، فبتحط واحد عند كل اتصال بين ده اتش اس ان سي ماتريكس. لازم تعرف ازاي تمثل الماتريكس في الايه، في الاتش اس ان سي. يعني عندك جراف عايز تحوله ماتريكس، عندك ماتريكس عايز تحوله جراف، لازم تعرف تعمل هذه التحويلات. ده مثال اخر، لو فرض ان انا عندي الرسمه دي بهذا الشكل وعايز احول الرسمه لماتريكس، العلاقه هنا بين ايه بين ايه؟ طبعا هنا بتكتب اي بي سي دي اي، اي بي سي دي فوق اي بي سي دي، هو مش كاتبها بس انت بكتبها. ادي الاي والاي، اول واحده اهي الواحد اللي هي اللوب، الاي والبي اهي، الاي والسي اهي، اي ودي ما فيش اتصال صح؟ ما حطش، وهكذا. دي تحويل من ماتريكس الى مصفوف. اذا كان عندك مالتي جراف زي كده، يعني في اكثر من خط مالتي ان دايركتد، فممكن تحط هنا ثلاثه مثلا، لان بين الاي والبي كام؟ ثلاثه، وبين الاي والدي كام؟ اثنين، وهكذا. ده التمثيل من مثال ثلاثه. Let A the adjacent matrix of graph G with vertex A find the degrees of the vertex of G. عايزين نعرف الديجري بتاع ال A وال B وال C وال D. طيب نبص كده، أول حاجة الديجري بالنسبة ل A هي الأولى، الصف الأول الديجري كام؟ ثلاثة صح؟ لأنه عامل ثلاث خطوط ثلاث وحدات. طب الديجري بالنسبة ل B كام؟ بالنسبة ل C كام؟ بالنسبة ل D واحد. شوف هنا كتب ايه؟ الديجري كام؟ 3 و2 و1. ريسبكتفلي يعني بالترتيب. ريسبكتفلي يعني معناها بالترتيب. تمام كده؟ طيب دايركتد ادجيسنسي ليستد. عايزين نعمل قائمة بس هنا دايركتد موجهة. احنا قلنا في الغالب بتيجي ان شاء الله دايركتد. لكن برضه نعرف اسف تيجي ان دايركتد. هنا بالنسبه للفيرتكس الاولى ده في القايمه، انا شفته في اختبار فيه جاب ليست واحد بس مش كتير يعني، بس جت ادي الفيرتكس الاولى، الفيرتكس الثانيه الثالثه، كل واحده عليها في 1 وفي 2 او اي بي سي. يعني الفي 1 متصله بمين؟ التيرمينال بتاعتها، الطرفيه بتاعتها مين؟ هنا تيرمينال، لان في انيشيال يعني من والترمينال اللي هي زي الشاشات الطرفيه كده، يعني وحدات طرفيه. فالترمينال بتاع في 1 هي عباره عن في 2 في 5 في 4 وهكذا، بتعمل الليست. طيب دايركتد ادجيسنسي ماتريكس بس بتعملها هنا مصفوفه مش قايمه، فبتحط هنا بين الفي 1 والفي 2 ادي واحد، في 1 والفي 4 واحد واحد وهكذا بنفس الايه؟ الاسلوب. يبقى ده الادجيسنسي ماتريكس. لاحظوا انا كل اللي بتكلم عنه دلوقتي الادجيسنسي، اتكلمت عن الاندايركتد والدايركتد، واتكلمت عن عمليه الايه؟ التمثيل التحويل، سواء كان بماتريكس او ايه، كله بالادجيسنسي. الادجيسنسي كله اللي فات كله علاقه بين، خلي بالكم من النقطه دي، علاقه بين مين؟ الادجيسنسي يعني مجاوره باللغه العربيه، علاقه بين فيرتكس وفيرتكس. يعني انا حاطط فوق هنا، لاحظوا عشان ما يحصلش لك في 1 في 2 وهنا في ايه؟ في 1. واضح كده؟ عشان ما يحصلش. لكن احنا هنتوقف هنا عشان ناخد 10 دقائق صلاه. الانسيدنس ماتريكس دي مش علاقه بين فيرتكس وفيرتكس، دي علاقه بين فيرتكس وايدجز. خلي بالكم انت هتاخد التحويل بينهم. خلاص؟ فانا حطيت هنا في الصفوف الفيرتكس وحطيت هنا الايدجز، ولازم في الرسم بتاع الانسيدنس تكتب على كل خط ده انه اتش، اتش 1 اتش 2 في رسم الجراف اوف انسيدنس. طيب هناخد بس 10 دقائق ونرجع ان شاء الله ونكمل بقيه الدرس ان شاء الله. عايز اوقف التسجيل. هنا ده